دجاج مع الكسكسي. الدجاج كيلو دجاج، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة أوريغانو، ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة، ملعقة صغيرة كمون ناعم، ملعقة صغيرة زعفران، ملعقة صغيرة شطة مجروشة، ملعقة صغيرة قرفة ناعمة. ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، أربع ملعقة كبيرة زيت زيتون، حبة كبيرة بصل مفروم، 2 فص ثوم مهروس، 2 قطعة ورق غار، ربع كوب عصير ليمون، و2 كوب مرق أو ماء. الكسكسي 2 كوب ماء، نص ملعقة صغيرة زعفران، ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة قرفة، 2 كوب كسكسي، ربع كوب لوز محمص، ربع كوب زبيب مقلي، ربع كوب زبدة أو سمن. أعزائي المشاهدين، الوصفة زي ما قلنا بسيطة وسهلة. شو رأيكم بطبق هيك طعم جديد؟ الكسكسي بتحبوا تجربوا؟ نجرب. طبعا الكسكسي احنا عارفين انه من الاطباق المشهورة، يعني زي ما احنا عنا في الخليج هيك وفي العالم العربي كله يمكن الرز اكتر اشي بنحبه، ولكن في بلاد المغرب، الجزائر، تونس، الكسكسي يعتبر بديل الرز، وهو طبعا يصنع منزليا او ممكن هلا يبقى جاهز في الاسواق، بتبقى حبات صغيره. الكسكسي على فكره مختلف عن المفتول او المغربيه عشان الناس ما يتلخبطوا بين النوعين، هو نفس الفكره ولكن الكسكسي بيبقى كتير حبته صغيره. هذا جاهز انا جايباه طبعا، بيبقى باكيتات ممكن تلاقوه في السوبر ماركت عادي وبانواع مختلفه، فبيبقى عندي مجفف، ما تتلخبطوا بينه وبين السميد او بينه وبين البرغل، لانه في ساعات بتلاقوه يمكن قريب لنفس اللون ونفس الحجم. يعني هذا يعتبر من اسهل طرق طبخه، اللي انه مجرد يعتبر كانه مطبوخ جزئيا. لما بنعمله في البيت حياخذ يمكن طريقه طبخ اكثر، ولكن اذا شريت الجاهز مجرد اني بحطه في مي مغليه واسيبه فقط لحوالي 10 دقائق بيبقى انطبخ. انا حخليه على جنب وابتدي في الاول اجهز الاساس عندنا اللي هو الدجاج. انا هحتاج هون عم بغلي انا مي، فحخليها هيك على نار هاديه شوي. بحتاج تشكيله من البهارات، ولكن برجع دائما بكرر كلامي اني انا بحب تشكيله البهارات تبقى برضه لحسب رغبه الاسره، اذا حبيتوا تغيروا فيها ممكن. هذه البهارات بتبقى بتعطيني طعم مميز للطبق. انا عندي شويه اوريجانو، الاوريجانو والريحان بيبقوا كثير لذيذ، بيعطيني هيك طعم اعشاب. شويه فلفل شطه مش حتحرق ولا حتحسوا فيها، اللي هي الشطه المجروشه. شو رايكم بالكسكسي هذا؟ جربتيه دقتيه قبل؟ انا ايه ضايقته من دقيقه قبل مع دجاج مع لحم مع شويه كزبره، وحبيتي الطعم حلو والله. هل بتحسي انه بيغنيكي عن تناول الارز ولا بلا؟ بس ليش احنا متعودين على الرز على العيش، فتحسين شوي غير خالص يعني. طبعا ممكن يتقدم هذا الطبق اذا حبيته جنب رز، اللي يمكن مش متوفر عندهم الكسكسي او ما حبوش يجربوا هالتجربه، ممكن تعمليه وتستمتع بطعمه بشويه رز. انا ححط هون شويه زعفران، الزعفران انا حستعمله مرتين، شوي في نفس تتبيله الدجاج، والمجموعة الثانية حنستعملها في الحشوة. هلا الدجاج انا عندي حوالي كيلو دجاجة، قطعناها أربعة، قطعناها ثمانية زي ما بتحبوا، ولكن تقطيعها كل ما كان صغر كل ما بتاخذ وقت أقل في الطبخ. حخلي البهارات عندي أخلطها هيك مع بعض، القرفة هذه حخليها للكسكسي في نفس الخلطة. أحط قطع الدجاج في البهار لغاية ما تتغطى بهالطريقة. إذا صار في عندك مجال إنك تجهزي هالبهارات هذه مع الدجاج وتحطيها بالثلاجة لمدة ساعة أو قبل بيوم بتعطي طعم كتير لذيذ. إذا لقيتي حالك مستعجلة في الطبخ ممكن على طول تشتغلي فيها. وطبعا إحنا بنقول دائما التجهيز المسبق مش بيعطي طعم فقط للأكل، ولكن كمان بيريح الأم، صح ولا لا؟ تحس إنك خلص بس تفتح الثلاجة وغراضك متبلين وجاهزين، مجرد إني أحط على النار على طول. هلا في عندي كذا اقتراح بالنسبه للدهن المستعمل. اذا حبيت استعمل زيت ذره، او حبيت استعمل زيت زيتون، او حبيتي تستعملي سمنه او زبده على حسب ما بترغبي. شو رايكم، زيت ولا سمن؟ نعمل
تصويت خليط. جواب معقول. أنا ححط شوية سمن ونكمل عليه بشوية زيت ذرة، أو إذا حبيتوا زي ما قلنا زيت زيتون برضو بيعطي طعم لذيذ. حسخن طبعا شوي عندي الزيت والسمنة، وفي أثناء ذلك بكون بديت أحضر بقية التتبيلة. عندي هون البصل، حوالي واحدة بصل مفروم وشوية ثوم. التغطية الأخيرة للطبق هتبقى مش تغطية، هي تقديم بالآخر. هيبقى عندي اللوز، عندي مقطع إلى أنصاف ومقلي، بتعطي طعم كتير كتير لذيذ، وشوية زبيب مقلي. نشوف هلأ الخطوات الوصفة. هاخد قطع الدجاج وحطها في الزيت. هذه المرحلة الأولى من الوصفة، طبعا أنا بحتاج أني أغطيها بالشبك عشان ما ينطر بس عندي الزيت على الأطراف. بس تتحمر التحميرة الخفيفة بقلبها على الناحية الثانية. هذه بتعطيني طعم كتير 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 ضروري للوصفة. إذا حطيته زي ما هو بيصير كأني عم بطبخ أكل مسلوق، فما بيعطيني الطعم اللذيذ. يبقى بس يتحمر نص تحميرة هذه، بقلبها على الناحية الثانية. طبعا الدجاج هيك ما حينطبخ، بس هل ياخذ اللون الذهبي هذا. برجع بغطيها شوي، وخليني في اثناء ذلك ابتدي اجهز الكسكسي. شو رايكم؟ اخلي هون جنبي قريب عليكم، تقدروا تشوفوا اكثر الوصفه. حاخذ مي كثير بسيطه، هذا الجدر في المي مغليه، ححط فيه شوية زعفران، ححط فيه شوية ملح، شي معلقة صغيرة ملح. طبعا إذا حبيتوا تستعملوا المرق ممكن بدل المي نستعمل مرق، ولكن المي بيعطيني برضو طعم لذيذ. ورشة خفيفة من القرفة، ومجرد إني أحط هلا الكسكسي في داخل المي الحار. ما بنغسله، ما بيحتاج أبدا نغسل، زي ما هو فقط. هحركه بهالطريقة. هحط الغطا واسيبه لحوالي 10 دقائق. طبعا أنا شلته عن النار، خلوا بالكم أنا مجرد غليت المي فقط في البداية، وبعد هيك حطيت الكسكسي. حسيبه حوالي 10 دقائق على جنب لغاية ما ألاقي إنه امتص المي. بعد هيك بضيف عليه ملعقة من الزبدة أو السمنة على حسب ما بترغبوا الطعم. نرجع للدجاج. الدجاج عندي أخذ اللون الذهبي زي ما قلنا، وأخذ الطعم كمان اللذيذ. حشيله في طبق بهالطريقة هاي. وأكمل الخطوة الثانية من الوصفة اللي هي قلنا عندي البصل. بصل مفروم. والثوم. اخليهم هيك يتحمروا تحميره خفيفه. طبعا هم هلا البصل والثوم عم باخذوا الطعم اللي صار عندي مع البهارات ومحل تشويحه الدجاج. هذه اللي بتعطيني الطعم فعلا المميز للطبخه. هلا بحتاج اضيف ورقتين ثلاثه من ورق الغار. اذا موجود عندك فريش بيبقى لذيذ، اذا مش موجود عندي الورق الغار المجفف برضه بيعطي طعم كثير طيب. شوية فلفل أسود، وهلأ برد تاني الدجاج بهالطريقة هاي. حضيف المي، وأسيبه طبعا لغاية ما يتسبك عندي ويستوي الدجاج. إذا حبينا قطرات من عصير الليمون بتعطيني طعم، أو حبيت أضيف عصير الليمون قبل التقديم على طول على السفرة. طبعا بغطي وبسيبه لحوالي نص ساعة أو 40 دقيقة لغاية ما يستوي عندي الدجاج. وزي ما شفتوا الطريقة كتير بسيطة وسهلة. شو رأيكم؟ بجد والله أميرة، شو رأيكم؟ والله حلو، كتير بسيطة. وحتلاقي الطعم كتير كتير لذيذ يعني مع تشكيلة البهارات اللي عملناها. أعزائي المشاهدين، احنا هيك جهزنا الطبق.
في منتهى السهولة. الكسكسي مجرد حطيناه على المي والدجاج شوحناه وسبناه ينطبخ. خلينا نتذكر مع بعض هالخطوات وبعد هيك نشوف طريقة التقديم. الكسكسي طبعا حلو نقدمه دافي، فممكن تحتفظي فيه على نار هادئة إذا حبيتي، زي الرز. شلون احنا بنخليه دافي وقت التقديم؟ بس بحطه في طبق، ريحته كتير لذيذة، عارفة عشان الزعفران مع الزبدة. يعني ممكن نسوي طبق حلو؟ هذا الكسكسي طبعا ممكن نعمله طبق حلو، بيبقى كتير لذيذ. حنسقطه في مي مغلية حارة زي ما حطينا قبل شوي، وبعد هيك ممكن إذا حبيتوا تحطوه في طبق كبير ونرش بالسكر الناعم، وطبعا كمية وفيرة هيك من المكسرات، الزبيب، البندق، بيبقى طبق لذيذ كتير. على فكرة هم كمان وقت اللي بنطبخ الكسكسي بناكله مالح وحلو، يعني بتبقى نفس اليوم نتغدى منه هيك وبقية تحلاية الوجبة بتبقى بالحلو. خليني هلأ أحط الدجاج. شو رأيكم؟ ممكن باللحمة، ها؟ ممكن باللحمة طبعا إذا حبينا، بيبقى برضو طعمه لذيذ، برضو مع إضافة الزعفران بنفس الوصفة اللي حطيناها. طبعا كل شخص اذا حبيتي تحطي، انا هلا حخلط الاثنين مع بعض، انه الكسكسي حطيت عليه الدجاج، ولكن اذا حبيتوا تحطوا الدجاج لحاله في طبق والكسكسي لحاله في طبق برضه يعتبر طريقه تقديم، على حسب اسلوب تقديمك على السفره والاشخاص اللي بدهم يستمتعوا في هالطبق، بتقدر انت تظبطي امورك. شو رايكم انا هلا الصلصه هذه برضه حخليها على الوش. فكرة ريحته كتير كتير شهية. حوزع الصلصة على الدجاج بهالطريقة، لأنه هي طبعا الصلصة هذه ما أخذ طعم الدجاج والتتبيلة والبهارات اللي حطناها. شو رأيكم؟ تسلمي ايدك. الله يخليكي. الإضافة الأخيرة كمية طبعا من اللوز المقلي على حسب مكسرات موجودة عندك، بس اللوز بيبقى كتير لذيذ مع هيك طبق. أنصاف اللوز والزبيب المقلي، بتبقى وجبة كتير مغذية ولذيذة. حط شوية زبيب هيك على الأطراف. شفتوا الطريقة كتير بسيطة، والكسكسي طبعا يعتبر من الأكلات السهلة في الطبخ زي ما شفنا على النار على طول المي الحار. أعزائي المشاهدين هالطبق إن شاء الله يكون عجبكم، وخليني أوديه على السفرة، وإن شاء الله كمان بدنا نسمع رأي سجا لما تدوقي تقولي شو رأيها. شو رأيك يا سجا لما نخلص؟ بديك تدوقي وتقولي لي شو رأيك. إن شاء الله حبيبتي. طبقنا جاهز ونبتدي نجهز طبقنا الحلو لهذه الحلقة. نشوف مع بعض المقادير وبعد هيك خطوة بخطوة.